تعرف على مقولة القشة التي قسمت ظهر البعير. القشة التي قسمت ظهر البعير، دائما ما نسمع بهذا المثل في المواقف البسيطة، فهو يشير إلى حدث صغير ولكن يحدث أثرا كبيرا. وفي الحقيقة ليس بسبب ذلك الحدث البسيط فقط، بل لأن هذا الحدث البسيط جاء بعد تراكمات لأحداث كثيرة. يحكى أن تاجرا سافر في رحلة تجارية وقام بشراء بضائع كثيرة أكثر مما اعتاد على شرائه، فأراد أن يسافر إلى بلدة ما لكي يبيع بضاعته، وفي صباح اليوم التالي جعل يحمل بضاعته الكثيرة فوق ظهر الجمل، حتى كوم على ظهر الجمل ما يحمله ثلاث من الجمال، وكان الناس من حوله يقولون له: توقف، يكفي ما حملت عليه. لكن التاجر لم يهتم لهم، وعندما انتهى من وضع حمولته على ظهر البعير، كان البعير متزنا ومتماسكا، حتى جاء التاجر بآخر أمتعته وهي ربطة صغيرة من القش، وقال: هذه خفيفة وهي آخر المتاع. فما كان من البعير إلا أن سقط على الأرض، وتعجب الناس وقالوا: قشة قسمت ظهر البعير. ولكن في الحقيقة لم تكن القشة هي فقط التي قسمت ظهر البعير، بل أن الأحمال السابقة كانت ثقيلة على البعير لدرجة أنه لم يعد يستطيع تحمل شيء آخر.